التصوير هو بالنسبة لي حياة وتخليد لاسم. والله التصوير اليوم يعني لي كل شيء، يعني هو الهواية وهو المهنة وهو حياتي كلها تصوير هيا. التصوير بصراحة كان شغف وكان حب، هسه حاليا شغف وحب بالإضافة إلى مهنة. هذه البدلة فشوي تكون أكوفت يعني شلون مستحبين بين المصور، سواء مصور كولد أو بنت، وبالأخص بالأماكن الخارجية اللي نطلع نصور بيها بالطبيعة. فكرتي انه انا اجتمعت باصدقائي المصورين، اغلب المصورين المعروفين، قلت لهم انه انا اريد اسوي فكره جروب، نسوي ايفنت بي نجتمع به كل المصورين، مو بس احنا يعني المبتدئين المحترفين من كل الطبقات، حتى نتشارك هاي الافكار. فاجت الفكره انه اسميه بتسميه مغايره اللي هي صارت فوتو ان. وحدث سنوي يقام محافظه بغداد، يجمع به اكبر عدد من المصورين، يجمعون من كل المحافظات بغداد. فشفت هذا الموضوع به فايده اكثر للمصور، مو بس انه واحد يحكي تجربته وشلون صعد وشلون صار، لا، انه شنو هي خلاصه معلوماته ينطيها للمبتدئين او للهواة حتى يقوم يطور بها من نفسه. توقفنا فتره جائحه كورونا تقريبا سنتين، فما جيت ارجع مره ثانيه حتى نسوي الموسم الرابع، قلت متى هم انه انا اسوي على نفس النمط. سويتها بخمس محافظات لانه التركيز كان دائما فقط على بغداد، فاحنا ليش مركزين فقط على بغداد وبقيه المحافظات بيها مصورين كل شوي بس مظلومين بهذا الشيء. هاي السنه من بعد ثلاث مواسم قررنا او قررت اللجنه المنظمه للحدث انه يكون باربع محافظات عراقيه، وكان اليوم هو ختامها بالبصره حتى يكون تجمع لكل المصورين بهذا المكان. هذا بالنسبه لي كل سنه اقدر اروح لبغداد، هالسنه ما اقدر اروح، فشيء حلو يعني انه يكون بالبصره، واكيد فشيء اضافه انه تعليميه ونشوف اصدقائنا، احنا علاقاتنا كلها على انستغرام وعلى السوشيال ميديا، فكانت اضافه كلش حلوه يعني صراحه. قدمنا ورش، قدمنا محاضرات مختلفه عن محاور مختلفه، عن نفسي قدمت ورش عن تصوير الاعراس وشلون ممكن ندخل هذا المجال وشلون نصور حتى نقدر نطلع بصور تتخلد بالذاكره عند العرسان. تكلمت عن التصوير الصحفي، اساسيات التصوير الصحفي، شلون تشتغل وكالات عالميه، شلون تصور الصحف عالميه، راح يعني فدت الشباب شلون يبنون اسمهم بهذا المجال. اكو هواي شباب مهتمين بالتصوير الصحفي بس ما يعرفون شلون يبدون، شلون يسوقون نفسهم، شلون يتواصلون ويا وكالات عالميه او ويا صحف عالميه حتى يوصلون صورهم. سويت محاضره تخص صناعه المحتوى، ليش صناعه المحتوى مهمه؟ شلون نبلش صناعه محتوى وشنو المعدات اللي نحتاجها حتى نسوي محتوى؟ حكيت هواي اشياء تعليميه تعلم الشباب منين يبدي ووين يخلص، وشلون يخلق فد مجال خاص به او فد مساحه خاصه به ويصنع المحتوى اللي يناسبه، سواء هو يحب السفر، يحب التكنولوجيا، يحب اي مجال ثاني، يقدر يصنع محتوى بهذا المجال. بالنهايه هو فوتو ان لكل المصورين الموجودين.